درسني بلغتي هاشتاغ أطلقه عدد من الموريتانيين على صفحاتهم في الفيسبوك، يدعون من خلاله إلى اعتماد اللغة العربية في التعليم بدل ازدواجية اللغة التي تنتهجها موريتانيا والتي تعتمد التدريس باللغتين العربية والفرنسية. أصحاب هذا الهاشتاغ يرون أن تدني مستويات التعليم جاء نتيجة لتدريس الطلاب بلغة لا زالوا في طور تعلمها. التعليم الازدواجي باللغتين اللغة العربية والفرنسية ما قد يجيب مخرجات صالحة، وبالتالي اعتماد اللغة العربية كلغة لتدريس المنهج هذا قد عود وارد به، اللي فهم قدر من الدول حققت نجاحات باعتماد لغتها الأم. هاشتاغ درسني بلغتي عرضه آخرون معتبرين أن اللغة العربية وإن كانت اللغة الرسمية للبلاد لا يتساوى الجميع في معرفتها، بحيث يعتمد جزء من الشعب على اللغة الفرنسية كتابة وقراءة. تعليم باش يعود صالح يالا نرجع في إصلاحات القديمة كان في موريتانيا، الناس اللي دور الفرنسية يقيسوا الفرنسية، الناس اللي دور العربية يقيسوا العربية. جدل اللغة العربية في موريتانيا قديم متجدد، حيث يطالب جزء كبير من الشعب بتطبيق الدستور الموريتاني الذي ينص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، فيما يطالب آخرون باستمرار اعتماد الفرنسية كلغة رئيسية لفتح المجال أمام الدارسين بالفرنسية وغير الناطقين باللغة العربية.